دعونا نقوم بحل بعض المسائل التي تتعامل مع ميل الخط. ربما ترى أن هذا يعني نماذج التغيير الطردي، لأننا سنصيغ ما يوصف في هذه المسألة ثم سنقوم بتمثيله حتى نصبح قادرين على الإجابة على الأسئلة. دعونا نرى ما المطلوب. المعيار الحالي لتدفق ماء الاستحمام هو 2.5 جالون لكل دقيقة. إذن جالون لكل دقيقة، احسب كم المدة المطلوبة لملء 30 جالون. يوجد في حوض الاستحمام دش يعمل على توصيل الماء. ما يمكن فعله هنا هو أن نضع نموذج تغيير طردي بحيث يبدو ممتاز. دعونا نضع معادلة صغيرة تصف عدد الجالونات التي قمنا بملئها أو عدد الجالونات التي علينا استعمالها بعد عدد دقائق معينة. دعونا نفترض أن لدينا جالونات تساوي نسبة ما ملأناه من جالونات، جي نسبة إلى جالون، إذن يساوي 2.5 جالون لكل دقيقة. جالون لكل دقيقة، ضرب عدد الدقائق M مأخوذة من minute. جي عبارة عن عدد الجالونات وM عبارة عن الدقائق. سأقول أن علينا فقط أن نضع نموذج التغيير الطردي. لدينا الآن معادلة تعطيني عدد الدقائق وسأضربها ب2.5، لأن بهذه الطريقة سنملأ حوض الاستحمام سريعا بعد دقيقة واحدة. 1 ضرب 2.5 تساوي 2.5 جالون. بعد دقيقتين لدينا 2 ضرب 2.5 تساوي 5 جالون. إذن هذا هو النموذج. تذكروا نموذج معادلة الخط وهي y تساوي mx زائد b، ولا يوجد لدينا b هنا، لدينا فقط الوقت x مضروب في m. x هنا عبارة عن الدقائق، وواي هي الجالونات، والميل هو 2.5. دعونا نعينها قبل الإجابة على السؤال. بدلا من تسمية هذا بمحور x سأسميه m. تذكروا أن x المتغير المستقل وهو عبارة عن الدقائق التي يتدفق الماء فيها، m نسبة إلى الدقائق، والمحور العمودي بدلا من تسميته بمحور y سأسميه بمحور g نسبة إلى عدد الجالونات التي علينا ملؤها. سأقوم فقط بالحل في الربع الموجب، لدينا عدد دقائق موجب فقط. ماذا يحدث هنا؟ لدينا الميل هو 2.5. يمكننا أيضا أن نكتب هذا بصورة جي تساوي 2.5، وهي تعادل 5/2 جالون لكل دقيقة مضروبة في عدد الدقائق. الآن نحن نعلم أن الميل هو 5/2، يمكنني استخدام 2.5 لكنني أفضل 5/2، ونعلم أن تقاطع y هو 0، أي لا يوجد لدينا تقاطع y، فيمكن أن نكتب زائد 0 عوضا عنه. نبدأ من هنا من المركز، هذا هو تقاطع y، ولكل 2 ننتقلها إلى اليمين، سننتقل بمقدار 5 إلى الأعلى. إذن نتحرك 1 2، 1 2 3 4 5، ثم 1 2 1 2 3 4 5. وإذا كان التغير في x هو -2 سيكون التغير في y هو -5. إذا -2 1 2 3 4 5، وهكذا سنكون هنا. إذا الخط إذا أردنا تمثيل النموذج بيانيا فسيبدو هكذا. إنني أبذل ما بوسعي حتى أمر بجميع هذه النقاط. في الواقع لقد قلت بأنني سأتواجد فقط في الربع الأول، لا يكون من المنطقي التواجد في هذا الربع لأنه لا يمكن الحصول على دقائق سالبة، أو لا يجب الحصول على دقائق سالبة، يجب أن نتعامل معها هنا فقط. السؤال الآن، كم من الوقت يلزم لملء 30 جالون من حوض الاستحمام؟
الآن. وللأسف التمثيل البياني لم يمر بكل الطريق حتى يصل إلى 30 جالون، وإذا كان كذلك لدينا 10 جالونات هنا، هذه 10 جالونات، إذا انتقلت لأعلى بمقدار 3 يمكنني أن أقرأ التمثيل، لكن يمكننا أيضا أن نجده جبريا. كم عدد الدقائق التي يستغرقها؟ حسنا، دعونا نجعل الجالونات تساوي 30. إذا لدينا 30 جالون تساوي، سأكتبها باللون نفسه، تساوي 2.5 جالون لكل دقيقة، جالون لكل دقيقة ضرب عدد الدقائق. كل ما علينا فعله الآن حتى نجد عدد الدقائق هو أن نقسم كلا الطرفين على 2.5 جالون لكل دقيقة، نقسم كلا الطرفين على 2.5 جالون لكل دقيقة، واثنين ونصف جالون لكل دقيقة هنا. إنني أقوم بكتابة الوحدات حتى أريكم أن الوحدات جميعها ستنجح في النهاية. إذن يتم حذف هذا ويتبقى لدينا واحد، أو يمكن أن نقول M. إذن M ستساوي 30 تقسيم 2.5، ولدينا هذه الجالونات في المقام. إذن جالونات، أريد أن أريكم، يمكنكم أن تتعاملوا مع الوحدات وكأنها أعداد فعلية. فإذا كان لدي جالون لكل دقيقة في المقام، فهي تعني جالون مقسوم على دقيقة، وبالتالي يمكننا الضرب بمعكوسها، أي بعدد الدقائق على الجالونات. إذا نضرب بعدد الدقائق على الجالون، وعندما أضعهم في البسط أقلبهم. إذن جالون في البسط وجالون في المقام، يتم حذفهما ويتبقى لدي 30 تقسيم 2.5 دقيقة. كم ناتج 30 تقسيم 2.5؟ يساوي 12. سيتطلب منا 12 دقيقة حتى نملأ 30 جالون من حوض الاستحمام. لدينا دقائق هنا، إذن 12 دقيقة. دعونا نحل مسألة أخرى. يستخدم أمين خرطوم المياه حتى يملأ حوض السباحة الجديد لأول مرة. بدأ في الساعة 10 صباحا، دعوني أكتب هذا، بدأ في الساعة 10 صباحا، هذا هو وقت البداية، وتركه يضخ الماء الليل كله. في الساعة 6 صباحا قام بقياس العمق وحسب كمية الماء، وكانت قد ملأت 4/7 من البركة. إذا عندما بدأ في 10 صباحا هذا الوقت، وهذا ما تم ملؤه من البركة. إذا عندما بدأ كانت البركة فارغة لأنها جديدة، إذا محتوى البركة من الماء صفر، أي لا يوجد ماء في البركة. ثم في الساعة 6 صباحا قام بقياس العمق ووجد أن البركة مملوءة بمقدار 4/7، كمية الماء تعادل 4/7. في أي ساعة ستكون بركته مملوءة؟ إذن نريد أن نعرف متى تكون البركة مملوءة، أي متى تكون 1/1 أو 7/7. للقيام بذلك علينا أن نضع نموذج مشابه كما فعلنا آخر مرة. يمكن أن نقول أن ملء البركة يساوي، إذن ملء البركة يساوي ثابت ما ضرب مقدار الوقت المستغرق. نحن نعلم أنه عند البداية، أي عند 10 صباحا، يكون الوقت صفر. دعوني أكتبه بهذه الطريقة.
هذا هو الوقت، دعوني أكتبه هنا، يساوي صفر. وهنا يكون قد مضى 8 ساعات من الساعة 10 وحتى 6، إذن 8، وهنا لا نعلم ما الوقت. لنفترض أنك عبارة عن ثابت وإف هو محتوى البركة من الماء، فعند 10 صباحا إف تساوي كي ضرب صفر وتساوي صفر. عندما يكون الوقت 8 ساعات، محتوى البركة يكون 8 ضرب كي تساوي 4 على 7. الآن يمكننا إيجاد قيمة K، يمكننا أن نجد ثابت النسبة لنموذج التغيير الطردي. الآن انظر، عملية ملء البركة يمكن صياغتها باستخدام معادلة هكذا: الكمية التي نملأها تتناسب طرديا مع مقدار الوقت الذي يسمح لخرطوم الماء فيه بالضخ، وهذا هو ثابت النسبة. لا نعلم السرعة التي يملأ بها، لكن يمكننا الآن إيجاد هذه السرعة لأننا نعلم أنه بعد 8 ساعات ستكون مملوءة بمقدار 4 على 7. وحتى نجد كي نقوم بقسمة كلا الطرفين على 8 ساعات، فنحصل على كي تساوي 4 على 7 تقسيم 8، وهذا يعادل 4 على 7 ضرب 1 على 8 كمية ماء مقسومة على الساعة. إذا قمنا بإيجاد هذا، نقسم على 4 فنحصل على كمية ماء تساوي 1 على 14. إنها وحدة غريبة نوعا ما، كمية ماء على ساعة، أو يمكنك أن تقول أننا قد ملأنا 1 على 14 من البركة لكل ساعة. إذا كي تساوي 1 على 14. إذا المعادلة دعوني أكتبها هنا: ملء البركة F يساوي 1 على 14 ضرب الوقت T. إذن المعادلة التي يجب أن نجيب عليها هي: متى هذا يساوي 1؟ في أي وقت؟ دعونا نضع المعادلة. لدينا 1، هذا يعني أننا ملأناها كاملة. 1 تساوي 1 على 14 ضرب T. إذا ضربنا طرفي المعادلة ب14 فسيتم حذف هذه، ويتبقى لدينا تي تساوي 14. إذن ستمتلئ البركة بعد 14 ساعة. كل شيء تعاملنا معه كان بوحدة الساعات. إذا بدأنا في الساعة 10 صباحا، كان الوقت صفر، فكم تكون الساعة بعد مرور 14 ساعة؟ إذا ذهبنا من 10 صباحا في اليوم الأول إلى 10 صباحا في اليوم التالي، هذه 12 ساعة. ثم نحتاج أن نذهب ساعتان إضافيتان حتى نحصل على 14 ساعة، أي في ظهيرة اليوم التالي. في ظهيرة اليوم التالي ستكون البركة مملوءة. حسنا، يمكننا تمثيل هذا. لدي هذه الورقة البيانية، دعونا نقوم بتمثيل كل شيء أتحدث عنه. المعادلة هي F تساوي 1 على 14 ضرب T. لنفترض أن كل مربع عبارة عن 2، حيث يكون 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14، وهذا يوضح بأنه كلما انتقلنا بمقدار 14 سنرتفع بمقدار 1. فإذا كان التغير في X هو 14، سيكون التغير في واي هو موجب 1، وسأجعل هذه الوحدات 1, 2. إنني أشوه الرسمة قليلا. إذا التمثيل البياني سيبدو هكذا: الميل هو 1 على 14. على أي حال، أتمنى أن يكون هذا العرض مفيدا لكم.